صنفت منظمة الصحة العالمية أمريكا الجنوبية كبؤرة جديدة لتفشي جائحة كوفيد-19، وذلك عقب تسجيل البرازيل لأكثر من 330 ألف إصابة و20 ألف حالة وفاة. وبرغم أن القلق يشمل الكثير من دول أمريكا الجنوبية، إلا أن البرازيل هي الأكثر تضرراً حتى الآن. Pendant l'Assemblée mondiale de la santé de cette semaine, eh bien, nous avons adopté cette résolution qui fera date. Et il est demandé que les gouvernements fassent également en sorte que les services de santé essentiels soient ininterrompus dans la mesure du possible. في حين تستعيد أوروبا إيقاع الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، حيث أودى الوباء فيها بأكثر من 170 ألف شخص، فإن أمريكا الجنوبية تشهد تفشياً واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف. Many South America has become a new epicenter for the disease. Je dirais qu'à certains égards, l'Amérique du Sud compte maintenant de nouveaux épicentres de la maladie. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de cas. C'est évidemment un chef de préoccupation pour de nombreux pays. مجموعة من العلماء البرازيليين شككوا في الأرقام الرسمية ووصفوها بأنها لا تعكس إلى حد كبير واقع تفشي الوباء في البلاد، موضحين أنها أدنى ب15 مرة على الأقل من الحقيقة، ما يعني أن عدد المصابين يتجاوز أكثر من 3,600,000 شخص. يأتي انتشار كوفيد-19 في أمريكا الجنوبية منذرا بتداعيات وخيمة على الحياة الاقتصادية وازدياد في معدلات البطالة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة الصحة العالمية، جنيف.